مئات القضايا. الشيخ جواني حفظه الله تعالى، هذه واحدة من كلماته عندما بدأ عنده أبحاث خارج فلسفة ما فيها كتاب، وإنما فقط بيان الأصول العامة في الفلسفة، هذا تعبيره عندما بدأ هذه الأبحاث. قال: اعطوني إنسان وفكر واجتماع النقيضين محال، أبني فلسفة كاملة. هذا ثلاث قضايا ما نحتاجها، والثلاثة ماذا هي؟ وجدانية أولية، أنا موجود أفكر وعندي ماذا؟ اجتماع النقيضين محال، ارتفاعهما محال، تبنى لنا فلسفة كاملة من غير احتياج إلى أي شيء. هذول يأتون إلى هاي أم القضايا ينكرونها. حتى لماذا ينكرونها؟ لأنه يعلمون إذا قبلوا قضية فأنا أرتب عليها قضية ثانية والثانية ثالثة، لأن هذه حلقات سلسلة واحدة مترابطة. من هنا الإخوة يتذكرون أنا عندما أحتد في بعض الأحيان في بعض الدروس والطلبة يعترضون يقول سيد إيش هالحدة مع بعض هذول اللي مثلا ما يقبلون منهج العقلي؟ سبب الحدة أنهم ماذا يلتفتون أن هم ماذا يقولون؟ هو لو يعلم بأن الدليل العقلي مو قابل للتبعيض، هذا اللون نفي للدليل العقلي لو قبول للدليل العقلي، لما صدرت مثل هذه الكلمات التي لا تصدر إلا من عوام. آخر الدليل العقلي مو واضح ما هو معناه، ما هو معنى هذا عقل وحجية الدليل العقلي؟ هذول مقصودهم عقل تلك القوة المدركة للكليات وأول الكليات. اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين بعد بينك وبين الله، الدليل العقلي قابل للمناقشة ومو قابل للمناقشة. نعم انت من حقك ان تقول ماذا؟ انه انا هذا المقدار من الدليل العقلي اقبله، اما النظريات المترتبة عليها ما اقبله، مع فرض صحة المقدمات ما تقبل لو بطلان المقدمات. ياهم اذا صحة المقدمات قلنا بتقبل النتيجة، إذا بطلان المقدمات جزاك الله خير تعال بالميدان، أبطل كل مقدمات فلسفية عن حق أن الفلسفة باطل. أنا ما مدعي أن الفلسفة حق، أنا أقول أن الفلسفة فيها حق وفيها باطل. أنت اللي تدعي كلها باطل أبطل إياها وأدخل إلى البحث، ولكن في المقام الثاني لابد تبني لي فلسفة جديدة حتى تدخل ماذا؟ نفس الكلام. إذا النفس ما يمكن. أنا ذكرت هنا، أتذكر في علم الكلام ذكرت هذا المطلب، قلت المحدث الاسترابادي اجى ناقش المنهج العقلي، ولكن انتم انظروا الى كتاب الفوائد المدنية تجد انه بنى منهج عقلي اخر ودخل الى الاستنباط. ما يمكن يعني ان تبطل منهج وبلا منهج، هذا مو عالم جاهل. هذا انت تبطل هذا المنهج عندك منهج اخر، بس شنو ما تسميه انت حتى تغالط على الناس او غير ملتفتين. بلي هي اختلاف في الاصطلاح، بلي يعني فقط الاختلاف انه انت تسمي عقل او انا ما اسمي عقل او انت تسميه هذا على اي نحو. يقول ولقد